ناهد رستم، فنانة عشقت الفن منذ الصغر وتخرجت في كلية الفنون الجميلة. تدرجت في المناصب إلى أن وصلت إلى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني بوزارة الثقافة. تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على الهوية الفنية المصرية وتدعيم سبل نشر الوعي المجتمعي بأهمية حماية الفنون التراثية المصرية التي تبهر العالم من الاندثار. أنا النهاردة سعيدة أن أتاحت لي الفرصة أن أنا ألتقي بيكم ومعاكم ناهد رستم رئيس الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني. أول بدايتي كانت مع الفن، بيبتدي من الصغر، كان عندي عشق للفن التشكيلي وتقليد أو رسم ونقل كل ما أشوفه، لدرجة أني أنا في البيت أفتكر وأنا صغيرة كان كل حاجة في البيت مرسوم عليه يعني، وما زلت لما بروح البيت بتاعنا بشوف الرسومات دي موجودة في البيت العيلة. بعد كده كانت بدايتي مع الفن التشكيلي، ان بعد ثانوية عامة التحقت بكلية فنون جميلة، حبيت مع الهواية الدراسة، دخلت الكلية سنة 73 ده العام اللي احنا انتصرنا فيه، وكان العام برضو اللي انا اتعرفت فيه على جوزي، هو بالمناسبة من أبطال 6 أكتوبر. اتخطبنا وابتديت مشواري مع الدراسة والفن التشكيلي. الفن التشكيلي بالنسبة لي هواية وشغل وكل حاجة في حياتي، خصوصا ان اللي بيحب الفن عينيه بتقع على كل حاجة جميلة وبتبقى حياته كلها من خلال المنظور الفني ده. كان أول حاجة بالنسبة لي أو الجزء أو الشق العملي بالنسبة لي بعد تخرجي من كلية الفنون إن أنا التحقت بالعمل في كان مركز الفنون التشكيلية قبل ما يبقى قطاع دلوقتي، اشتغلت في متحف الجزيرة. بعد فترة التحاق بالمتحف الجزيرة والمدة الطويلة اللي أنا قضيتها معاهم، التحقت بالعمل كمدير عام للمراسم وبيوت الإبداع بوكالة الغوري. الفترة دي طبعا كانت نقلة بالنسبة لي، وكوني محبة للفنون دي فقد إيه أنا سعدت أني أنا أشتغل في مكان جميل أثري بيضم مجموعة من الحرف التقليدية التراثية. التحاقي بالإدارة المركزية اداني فرصة ان انا احقق اللي انا بتمناه لهذه الإدارة من إعادة رونقها وإعادة الحرف التقليدية والتراثية لمسارها الأول. احنا دلوقتي يسعدني ان انا اخدكم في جولة تشوفوا فيها المراكز التابعة للإدارة المركزية والنشاط بتاعهم، وأتمنى أن الجولة دي تضيف مزيد من المعلومات وتضيف المحب الحرف التقليدية والتراثية شيء من المتعة لمشاهدة الأعمال اليدوية التي تتميز بها الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني. احنا دلوقتي في الإدارة العامة للبحوث التراثية. الإدارة هنا بتعتني بالبحث في التراث، الحرف التقليدية التراثية. الأبحاث دي بتترجم إلى أعمال فنية زي ما احنا شايفين، تمتاز بالحفاظ على هذا التراث، إلى جانب إن بيدينا فنانين حرفيين بيطلعوا منتج جميل. عندنا المدير العام مدام ليلى. مدام ليلى هي المحور الأساسي في هذا المركز عن طريق احتواء الفنانين في الإدارة.
بتبتدي تتعامل، احنا بنتعامل كلنا كاخوات وحبايب مع بعض، فريق عمل متكامل. استاذه ليلى بالنسبه عندنا ياسين بالنسبه هو حرفه متميز جدا في الحفر على الخشب، ممكن تكلمينا عن هذا المنتج؟ ياسين فنان متميز عندي، اول حاجه بيعملها بيبتدي تخيل الخطه، بيعملها بافكار بسيطه، بيحب اللي هو الشيء اللي هو متميز فيه بيبدا يصممه، وانا بخبرتي بقعد احط له التشكيلات الفنيه ويبتدي يجيب خشب زان يطبعه عليه ويبدا يشتغل الشغل بتاعه. بيعمل حاجات متميزه بتخلي الواحد اللي بيعمل افكار جديده، بيعمل بازار، بيعمل حاجات مجسمات يعني. ياسين بصراحه دي اضافه تقنيات جديده على الحفر على الخشب، بيحط حاجات جديده على الخشب، وحتى المعارض بتاعته اللي سيادتك بتطلع فيها بره بتنال اعجاب. ده فعلا صح. يعني الشيء المميز بالنسبه عندنا ان جميع المنتجات بتاعتنا اللي بتعرض في المعارض الخارجيه بتلاقي استحسان وقبول من السادة الزائرين، وبالعكس ده بيطلبوا منا ان يصاحب مثل هذه المعارض معارض تسويقية ليستطيعوا ان هم يقتنوا مثل هذا المنتج. انا دلوقتي شايفة في فن مميز او في تقنية جديدة اضيفت للتطريز اللي هو فن الديزي، تحب بقى تكلمين عن هذا الفن؟ الفن ده نوع جديد من انواع التطريز. اللي متميزة عندي الفنانة سميرة عادل، بتعمل حاجات ما حصلتش، فهتقول لنا دلوقتي ايه الحاجة والطريقة بتاعتها اللي بتعملها. احنا بنجيب اصلا الاول، هو الفن ده احنا بنجيب شاسيه وبنشد عليه حتة قماشة تبقى عاملة التصميم على الظهر، وانا بشتغل على الظهر واللي بيبان من الوش بس، والمكنه دي بتطلع وبر او يعني زي تطريز بس بطريقه الوبر، ويبان بقى فيه درجات هنا اهوت، بتبان حسب كل وبره بدرجتها يعني، او بعلو الوبره نفسها يعني هو تدرجات في علو الغرز اللي هو قطن برليه بالوان مختلفه. اللوحه دي رسم على القماش رمزه للعلم يعني، بقى لها كذا سنه ما مسكتش الفرشه، هي اول ما جت المركز السنه دي كانت خايفه تمسك الفرشه وتعمل تصميم، فهي بالبدايه قالت لي يا ماما هي اصلا خريجه فنون جميله فبدات تصمم اللوحه على ورق الاول شفاف، ومن واحده واحده بقى بدات تكبر اللوحه وبدات تحط الالوان، طبعا بتعمل تيست الاول على الالوان هنا على القماشه، وفي الاخر بدات تبدا تعمل اللوحه يعني كل ما بتحط لون هي انا حاسه بتيجي كل يوم فرحانه يعني، هي عملت لوحه وهي عايزه تشتريها يعني، هي فنانه بجد معنى الكلمه. عزه عندي بتعمل لوحات جميله، هي شاطره في الشنط وشاطره في الخدديات وشاطره في اللوحات الفنيه وحاجتها متميزه يعني. يا عزه تقولي لي اول حاجه بدايه الشنطه بتعملها ازاي؟ اول حاجه بنعمل التصميم بتاع الشنطه، وبعدين بعد كده نرسمه على ورقه من الكرتون ونعمل الشنطه كانها حقيقيه بس بالكرتون بطرون يعني، وبعدين بعد كده نبدا نقص عليها علشان ما يبقاش فيه يعني فرق بين الواقع والحقيقه، الزياده والنقص ما يبقاش، تبقى التصميم بتاعها مظبوط، وبعدين نبدا نشف عليها التصميم اللي هو اللي احنا عايزينه، اللي هو احنا يراد حرقه يعني اللي احنا عايزين نحرقه، وبعدين نبدا نحرقه، وبعدين بعد كده بيدخل عليها بعد كده التقنيات الاخرى اللي هي التدكيك وممكن اضافه الوان ثانيه اخرى من الجلد لها في الايد في بتاع في عمليه تطعيم الجلد بالوان ثانيه بالوان اخرى. احنا معانا دلوقتي ايه من اوائل الخريجين السنه دي، ويعني ما بقالهاش مده كبيره في الاداره هنا، بس اظهرت تميز في الشغل بالقشره على الخشب، وده كان من ضمن الحاجات المميزات في الكليه بتاعتك، فحبت ان هي تنقل للاداره عندنا هنا تقنية جديدة أو شيء جديد مستحدث على القسم، وفعلا أبدت مهارة في إظهار الشغل بالقشرة أو على الخشب. آية ادينا فكرة عن خطوات تنفيذ اللوحة دي. في البداية بجيب الخشب الأبلكاش هو الأساس اللي أنا بشتغل عليه، بعمل التصميم وبيتكبر على المساحة اللي أنا هعمل عليها، وبعد كده بطبعه بالكربون بيتطبع على المساحة دي، ببتدي بقى بالسوليتيب باخد
جزء جزء انا عايزه اخده باخد برسمه على السوليتاب وبشيل السوليتاب وبلزقه على القشره، بنقي الوان القشره اللي انا عايزاها حسب التصميم اللي انا عاملاه وببتدي اقصها بالظبط في المكان اللي انا عايزاه والزقها بال. فنان صابر، صابر بيمتاز عندنا هنا في المركز بالرسم على الازاز وتنفيذ الازاز المعشق. انا في صابر عايزه اسالك انت ازاي بتستوحي الرسومات بتاعتك وكيفيه تنفيذها؟ هو حضرتك بالنسبه للديزاينات اللي احنا بنعملها كل فورم للزجاج او كل قطعه الديزاين بتاعها نفسه بيوحي بالشغل اللي انا اشتغله عليها، سواء من ناحيه الزخرفه او الكتابات او شكل نفس العام بتاعها يبدا يديني الفكره. يعني انا افهم من كده ان انت مجرد ما بتبقى قاعد وتجيلك فكره تحب تنفذها بت يا اما بقى انفذها على الورق لو القطعه معايا، يا اما لو القطعه دي موجوده على طول معايا في الشغل. معانا فنانتنا عفاف. عفاف قولي لي تصميم اللوحه وهل انت يعني انت مخصصه في الرسم على القماش ولا بتمارسي خطط تانية غير القماش؟ وقولي لي حكايه اللوحه دي معاكي. اولا انا ان شاء الله متخصصه في رسم القماش وبعدين ده رسم مباشر وسيله من وسائل الطباعه، احدى وسائل الطباعه. فبنرسم التصميم المراد اخراجه، بعد كده بنحط له الخطه اللونيه، بعد كده بننزله على القماش ونشتغل نلونه ونظبطه. مدام ناهد رستم هي من القيادات اللي انا حبيت اتعامل معاها، هي دايما بتدينا الجديد وبتدينا يعني بصراحة بتساعد كل واحد فنان اللي هو عايز يبدعه، يعني هي على طول بتساعدنا في الخامات اللي انا محتاجاها، مش بتبخل عليا، الافكار الجديدة مش بتبخل عليا، عمرها ما قالت لي على اي حاجة لا، يعني اي فكرة جديدة في اي مع اي فنان انا باخد الفكرة دي وهي بتساعدني اللي احنا بنطلع اخراج الفكرة للنور. كمان هي يعني من الناس السيدات اللي هي عندها صبر وعندها تعاون وعندها حب، وكمان ممتازة في بتزيل الخلافات بين الفنانين وبين العاملين. يعني هنا طبعا انا عندي في المركز عندي فنانين خريجين فنون جميلة غير عندي حرفيين، فكل واحد له افكاره، فهي بتساعد اللي احنا يعني بتخلينا فريق عمل متعاون مع بعض. السيدة ناهد رستم زي ما هي فنانة فهي تجيد فن القيادة في عملها، مما جعل الجميع يلتف حولها ليصلوا في النهاية لوحدة عمل متناغمة تملأها علاقات الود والألفة بين الجميع. احنا دلوقتي في إدارة النشاط الثقافي، في إدارة النشاط الثقافي. الإدارة دي ما يميزها عندنا إن هي بتقدم التدريب على مدار العام، التدريب ده بيشمل عدة ورش فنية، الورش الفنية دي بنقول إن هي تستوعب جميع المحبي الفن أو محبي الحرف التقليدية التراثية، بابنا مفتوح لكل من يحب هذه المهنة ويحب إن هو يتدرب عليها، سواء ربة بيت بتحب ان هي تمارس هذه المهنة. احنا شايفين دلوقتي مجموعة من السيدات ما اشترطش ان هو يكون معاهم مؤهل فني او قبل كده كانوا مارسوا شيء من الفن، لا ده هم حبوا ان هم يشاركوا في تعلم شيء جديد، زي مجموعة من الأعمال الفنية اللي هم ابتدوا يتدربوا عليها ويدونا فيها أشكال مختلفة زي السويرة من النحاس، مجموعة من الخواتم بأشكال مميزة. كل أنا بعتبرها فنانة بتحط الرؤية الخاصة بتاعتها أو التصميم اللي هي في دماغها وبتبتدي يطلعوا لنا منتج
المنتج ده مع تكرار التدريب بتاعهم بيطلعوا لنا منتج مميز. بالنسبه للاداره احنا هنا في الاداره بنوفر لهم جميع الامكانيات، سواء نحاس سواء خرز الادوات، وبنسيب لهم حريه التفكير وتطليع المكنون الفني اللي عندهم. احنا دلوقتي هنستعرض مع الأستاذة رؤية مسؤول النشاط الثقافي بالإدارة المركزية مراكز الإنتاج الفني مجموعة من شغل الورش الثقافية أو اللي هي بتشرف على تنفيذها، وهتدينا فكرة عن هذه المنتجات الفنية. طبعا احنا الشغل ده كله شغل مينا بتعمل في الفرن، اللعب بتاعتها بتعمل في الفرن، بتعمل تعديل إزاز، بنجيب كسر الإزاز مع الخرز، في خرز إزاز وفي خرز الحجري، بنحطه على الوحدات، بنجيب إزاز وحدة إزاز وبنحط عليها خرز، بنعمل فيه تصميم معين وبعدين بندخله الفرن، وفي الآخر ده بيبقى النتيجة بتاعت الشغل. طبعا بنعمل شغل مع النحاس، تعديل مع النحاس. طبعا كل ده شغل الناس لأول مرة يشتغلوا حلية أصلا. طبعا احنا بنعمل الشغل ده على أساس انهم نفتح لهم مجالات انهم يقدروا يعملوا شغل بره، ويقدروا يعملوا يبقى لهم مجال يقدروا يجيبوا منه عائد مادي، لأنهم أغلبهم ما بيشتغلوش يعني. وفي اللي عندنا الفنانين برضو بيتعلموا ويدخلوا ويضيفوا نفسهم. مدام ناهي طبعا من ساعة ما جت الإدارة المركزية ليها دور كبير جدا في الإدارة المركزية. احنا طبعا الحرف، المراكز الحرف التقليدية جزء منها كبير يتاخد من الإدارة، فهي علشان ترجع الحرف التقليدية فابتدت تعمل الحرف، تجيب الحرفيين يعملوا ورش عمل، يعلموا أجيال جديدة، وفي نفس الوقت يبقى مسمى الإدارة المركزية للفنون التقليدية والتراثية متواجد. وبالفعل هي الوحيدة اللي أسبق يعني أوجدت داخل في الإدارة المركزية، وبعدين بتوفر لنا ميزانية للأنشطة بتاعتنا. احنا دلوقتي في الإدارة العامة للتسويق، الإدارة المعنية بعرض المنتجات اللي احنا شفناها او الورش الفنية اللي استعرضنا شغل الفنانين والحرفيين بالإدارة. الإدارة هنا بتعرض المشغولات الجميلة اللي هي بإنتاج شبابنا الحلو اللي هو بيمتاز بالمحافظة على هذا التراث، وإضافة التقنيات حديثة عليه مع عدم الإخلال بالموروث الأثري بتاعنا. الإدارة هنا بنعرض فيها المشغولات الفنية زي النقش على الخشب، النقش على النحاس، التطعيم بالصدف. احنا بنحرص على ان احنا الحاجات دي تتعرض للبيع لمحبي مثل هذا التراث، عبارة عن خامات فقط، خصوصا ان احنا مش عايزين ربح، او مش الربح هو العامل الاساسي بتاعنا، فاحنا يدوب السعر بسعر التكلفة. قدامنا دلوقتي الشيء المميز واللي دائما بيميز التراث المصري النقش على النحاس، ده من الأشياء المميزة أو من التراث المميز للحرف التقليدية التراثية. هنا في دي بومبونيرا من الخشب المطعم بالصدف، ودي من الحرف اللي احنا دايما بنحاول الحفاظ عليها لان سمة من سمات الحرف التقليدية التراثية. معانا هنا طبق ايضا منفذ عن طريق التطعيم بالصدف. في من المشغولات اللي بتحتاج مهارة عالية اللي هي النقش على الخشب. هنا في قطعة نسيج، وده من ضمن الحاجات اللي حرصت الإدارة على ان هي تبرزها، خصوصا النسج عن طريق النول اليدوي. استعملنا تقنيات جديدة بالنسبة للحرق على الجلد، ان احنا استعملنا الجلد في تزيين الأطباق الخزف، ده إبريق بين
النقش بالنحاس بيمتاز بسبحان الله اللي هي الكتابات الإسلامية، إلى جانب بنستعمل اللي هو الخرط العربي اللي بيتمتاز به الحرف التقليدية التراثية عن طريق تنفيذ مثل هذا الرف. دي مشكاة من النقش على النحاس، بتمتاز بدقة النقش والصناعة المصرية الجميلة اللي تمتاز بالدقة في التنفيذ. دي عبارة عن وحدة فنية فازة مرسومة عن طريق التذهيب بالخط والرسوم الإسلامية، إلى جانب مجموعة من النسيج اليدوي بتمتاز بيها المركز عندنا، سواء كتابات إسلامية أو لوحات، وإحنا بنستوحي هذه اللوحات من لوحات الفنانين التشكيليين المصريين، بنعيد صياغتها عن طريق النسج. زي ما نجحت السيدة ناهد رستم في عملها وتحقيق أهدافها، نجحت كمان في تكوين أسرة سعيدة ناجحة ومتفاهمة. أهلا بيكم، وأنا أحب أعرفكم بأسرتي الصغيرة، يعني زوجي اللي هو حسام العسوي، معانا الدكتورة إيمان، مرات ابني الكبير رائد بحري نادر حسام، معايا ولادهم عمر في تانية ابتدائي والأنسة فريدة في كيجي تو، معايا النقيب باسل نقيب شرطة باسل ومراته بسمة. أنا طبعا سعيدة إن الأسرة اتضمت لنا بنتين، الدكتورة إيمان والأستاذة بسمة، وطبعا أطفو على الأسرة شيء من النعومة، لأن الحياة اللي قبل كده كانت كلها حياة، أقدر أقول كلها حياة عسكرية أو كلها صبيان يعني. فأنا طبعا سعيدة جدا بانضمامهم ليا، وإن هم أنا يعني وانحيازهم للجنس الناعم يعني. وطبعا أنا مش هنسى طبعا الفريدة، ودي طبعا العروسة بتاعتنا اللي بتملى البيت كله سعادة ساعة ما بتيجي وشقاوة، بس هي عاملة نفسها مكسوفة دلوقتي. طبعا لو حسام كان ليه تأثير كبير قوي في تكوين شخصيتهم، والحمد لله أنا فخورة بالأسرة دي. طبيعة شغلي بتخليني متغيب فترة طويلة عن البيت، يمكن بعد ما انضميت لهيئة الرقابة الإدارية بعد كده كانت هي المتحملة الجزء الكبير جدا، كنت حتى لما بسافر للخارج أجي ألاقيها أنجزت إنجازات، عملت عضوية في النوادي، رتبت حاجات جديدة، إن شاء الله التنجيد، حتى التنجيد بتاع البيت كانت بتعمله وإحنا وأنا مسافر للخارج. الأمر ده كله أصفر إن إحنا الحمد لله عندنا أسرة جميلة، وبحمد ربنا كمان إن ولادي اختاروا بنات محترمين وجمال اللي هم أزواجهم زوجاتهم الدكتورة إيمان وبسمة، الاثنين أضافوا لمسة جميلة في الأسرة، ودايما إحنا بنحاول نجتمع بصفة دورية. طبعا أنا بحمد ربنا وأشكر فضل ربنا عليا وفضل أمي إن هي وصلتني للمكان اللي أنا فيه ده، ولولا تعبها معايا وشقاها ومذاكرتها ليا وأنا صغير وفرجت عليها وانا بكبر لحد ما وصلت للمكان اللي انا فيه ده، مهما قعدت اتكلم عمري ما وفي ديني بيها، ربنا وفقني حقق لها كل اللي هي بتتمناه ويجعلها على طول منوره البيت كده دايما ويديها الصحه والسلامه. انا من يوم ما انضميت لاسره مامي ناهد وبابي حسام وانا عمري ما حسيت ان انا حد بره العيله، طول عمري بحس يعني من ساعه ما انضميتهم وانا بحس ان انا واحده منهم. هو اكتر حاجه بتعجبني في مامي ناهد ان هي ناجحه في شغلها قوي، وكمان هي في بيتها ست بيت هايله، فهو ده اللي انا بحاول اتعلمه دلوقتي علشان انا لسه اعتبر ما بقيش كتير متجوزه، بحاول ان انا
اوفق ما بين شغلي وما بين شغلي في البيت. يعني هي بالنسبه لي هي قدوه في الموضوع ده. اسره ذكيه جدا واسره ناجحه، يعني ذكائها بس مش في نجاحهم في شغلهم، نجاحهم حتى في العلاقات الانسانيه بيننا. انها طلعت حد ناجح زي جوزي الرائد نادر، ان هو انسان محترم، بشوف يعني تربيه مامي فيه يعني في علاقته بيا. واكيد طبعا من الحاجات اللي انا اتعلمتها منها زي ان انا اربي ولادي، زي احاول اطلع عمر وفريده ناس محترمين ومفيدين في المجتمع، وان هم يطلعوا ما احسش ان في خلل في علاقتهم بحد او احس ان هم مش اسوياء، لا ان انا اطلعهم زي نادر وزي باسل ناس محترمه وايجابيه في المجتمع. يعني اتمنى دايما يا رب حياه سعيده ليهم ونجاح، وربنا يحفظهم ويحفظ ولادنا كلهم ويحفظ لنا مصر واولاد مصر يا رب.